Thank you.
أنا بدي أسرق التعبير اللي قاله الست نجوى قبل شوي، إنك أنت جاهزة، بس مش بس جاهزة، وكبيرة ومهمة ومطربة وقدامك مستقبل كبير. بتحسسيني كمطربة، بتحسسيني بالست اللي جواتك، بالآنس اللي جواتك، بالأنثى اللي جواتك. أنا كرجل بقعد بسمع هيك، بحس هيدي الست اللي عم تغني لي، عم حس الأغنية لإلي موجودة. كل رجال هيك عم بحس، يعني مش بس أنا. يعطيكي ألف عافية. برافو برافو برافو. أحلام أو ست نجوى مش مشكلة. أنا بدي أحكي شيء قبل الست أحلام. تسلميلي، هيدي أول مرة بشوف، مش أول مرة، هلأ الليلة بالحلقة من بدايتها شفت إنه أحلام غلبت راغب بشغلة، إنه كان معها حق إنه بهيدا اللون بتغني أحلى بكتير من اللون اللي غنته قبل. صحيح. أنا حقيقة أبغي أقول الكارمن بالنسبة لأحلام، هذا الفن اللي تتكلم عنه أحلام اللي قلتيه الآن هو هذا قمة الفن، قمة الأداء، قمة الإحساس. هذه هي كارمن اللي شفناها في مصر، الحين رجعت. أنا بس بدي أعقب. أنا ما كنت عم بحكي عن الأغنية قبل، كنت عم بحكي عن أدائك وعن صوتك. أنا ما لي رأي بالأغنية، إذا الأغنية صح، بس أنت غنيتي جيد جدا. هذا شكرا لك. بهاللون طبعا كثير أنت أحسن. شكرا لك حسن الشافعي. بدنا نعرف طبعا رأيك، بس اللي لفتني كمان إنه وقتك كنت عم بتغني كارمن شفنا دمعة بعيونك، شو سر هالدمعة؟ الله يا دموع. لا مش قوي كده يعني، مش دموع، بس يعني كنت متأثر. بس مش دموع. كارمن انت، انا عاوز اقولك على حاجة. انا بشوف انت عندك ميزة مش عند اي حد. انا بقول باللغة الدارجة، انت مزوقة، يعني تعرفي انت قادرة تغني، بس بتعرفي تختاري امتى تقولي ايه وفين. ده مش اي حد بيعرف يعمله. ناس كتير يبقى عندها القوة ان هو يقدر يغني ويغني يغني يغني وكتير كتير كتير كتير. بالعكس، انت لما بتعملي كده ببقى انا الاغنيه كلها عايز اسمع هتقول ايه. انت في الاغنيه دي بالنسبه لي اسطوره، بتغني الاسطوره. احسنتي. شكرا حسن، شكرا استاذ راغب، استاذ احلام، استاذ نجوى. هذه كانت ثاني اغنيه لكارمن الليله. ما تنسوا تصوتوا لها، رقمها 1 في البرنامج، والتصويت اكيد في اخر الحلقه.